أكدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة نحو تحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وذلك عبر البرامج التي استحدثتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشارت الوزيرة إلى أن الأولوية التي توليها الحكومة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين هي الدافع الرئيسي نحو استحداث البرامج والمبادرات. جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في اجتماع جمعية مؤل الأمم المتحدة في دورتها الثانية والمنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. واستعرضت الوزيرة خلال كلمتها نتائج البرامج الإسكانية الجديدة، حيث أشارت إلى أن البرنامج التمويلات الإسكانية شهد تنوعاً في الأغراض التمويلية ورفع سقف الحد الأقصى والأدنى لقيمة التمويل، وقد تمكن من استقطاب أكثر من 7000 طلب للاستفادة من التمويلات في غضون 10 أشهر فقط. كما تناولت الوزيرة برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يهدف إلى بناء 1000 الوحدات الإسكانية من قبل شركة التطوير العقاري على أراضي مملوكة للدولة، بحيث يتم تسويق تلك الوحدات حصرياً للمواطنين المستفيدين من التمويلات الإسكانية وبأسعار تلائم قيمة المبالغ التمويلية. كما تطرقت وزيرة الإسكان في كلمتها إلى جهود المملكة في تنفيذ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي ينص على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، حيث أشارت إلى أن جهود المملكة خلال الأعوام الماضية تركزت على إعمار 5 مدن إسكانية، وتضمنت المخططات العامة لتلك المدن جميع مقومات المدن العصرية، كتوفير الخدمات المجتمعية والتجارية والصحية والتعليمية والرياضية ودور العبادة. لقد خطت مملكة البحرين خطوات متقدمة ضمن مساعيها نحو استدامة وتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود. فبعد إعلان المملكة عن نجاح جهود الحكومة في تنفيذ توجيه جلالة الملك المعظم بتوفير 40,000 وحدة سكنية في عام 2022، وما تضمنته خطة تنفيذ ذلك التوجيه من تنفيذ 5 مدن إسكانية بالإضافة إلى عشرات المشاريع الإسكانية في مختلف المحافظات، اتجهت الحكومة نحو إطلاق برامج إسكانية مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص تكفل توفير خدمات فورية للمواطنين دون انتظار. وبالفعل تمكنا في شهر أغسطس من العام الماضي من تدشين خدمات التمويلات الإسكانية بالتعاون مع بنك الإسكان وعدد من البنوك التجارية في المملكة، وهي تمكن المواطنين من الحصول على مبالغ تمويلية مدعومة من حكومة مملكة البحرين تتسم بتنوع أغراضها التمويلية لتشمل إمكانية شراء مسكن أو أرض أو بناء أرض، بالإضافة إلى خيارات تتعلق بإمكانية البناء في منزل أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وأخرى تمكن مجموعة من الأفراد الاستفادة من تمويل شراء أو بناء عقارات مشتركة. وقد لاقى هذا البرنامج نجاحاً كبيراً، ففي غضون 10 أشهر فقط تم تلقي أكثر من 7000 طلب للاستفادة من الخدمات التمويلية، وتم تلبية 60% من هذه الطلبات، وهو رقم قياسي نظراً لكثافة عدد الطلبات الإسكانية في مملكة البحرين. أيضاً شهد العام الماضي تدشين برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقوم فكرة البرنامج على تزويد شركات التطوير العقاري بالأراضي الحكومية لبناء مشاريع إسكانية يتم تسويقها للمواطنين المستفيدين من التمويلات الإسكانية وبأسعار تتناسب مع قيمة التمويلات الممنوحة.